هو يستخدم مثلا كما قضية محمد عبد الله جمع بها حوالي 60,000 الأولى 60,000 الزوجة، والأولى جمع بها 30,000 90,000 أورو راهي متواجدة عنده هو أسيق الشوت. هنا أمير ولا يسحب في أمواله مع تسمع زيطوط، تفاهموا على راس أمير باش يديروا كاميرا في بيت بوقزوحة، لأنه الدراهم 100,000 أورو مخبيها عند بوقزوحة. هذه الأموال اللي راهي مخبيها عند بوقزوحة هي الأموال تاع الابتزاز تاع زوخ. من بين لي فيديو هذوك اللي قال لي ديرهم، قال لي دير باللي فيديو كون زعما اونكا نخرج ولا شغل نحكي لكم على زيطوط ولا كاش ما نجبد الخبايا تاع زيطوط ولا عرفوا بلي عذبوني ولا ضربوني ولا قالوا لي قول ولا هذا الفيديو هو اللي قاعد يركز عليه اسماعيل زيطوط بزاف. كي لحقوا فرح قال لي ايوا هذا هو اللي كنت نحوس عليه، قال لي هذه الفيديوهات انا نخبيهم عندي، قال لي اونكا كاش ما يصرا ولا يهبطوك قال لي نخرج انا هذه الفيديوهات على اساس كيما نقولوا ضربوك وعذبوك وقالوا لك قول. هما على بالهم بلي انا نعرف عليهم صوالح بزاف، وعلى بالي قاضب عليهم دي بروف تاع خيانه.